كثير من الملفات، حتى الملفات التي تتعلق بمعاش الناس، مأكلهم، مشربهم، حياتهم. لا بد من الترحيب بسعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ولا بد أن تكون البداية لهذا المنتدى السياسي في مدينة الأبيض وما حدث من أحداث مؤسفة ومحزنة وفاجعة أدت إلى سقوط عدد من أبناء الشعب السوداني. لا بد أن نجد إجابات لماذا هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين. مرحبا بك سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء نترحم على الشهداء الذين سقطوا ظهر اليوم وعلى ما سبقهم من كل شهداء الشعب السوداني مختلف تكويناته العسكرية والمدنية. أولا تحية شكر وإجلال وتعظيم للشعب السوداني، الشعب السوداني السائر انتفض على كثير من الأمور وما زالت جاسمة على صدره حتى الآن. يعني نحن بنشكر الشعب السوداني على صبره، صبر يعني لا تتحمله جبال، صبر على كل الأمور التي سار من أجلها حتى الآن ما زالت قائمة. المشاكل الاقتصادية ما زالت قائمة، المشاكل السياسية ما زالت قائمة، الغلاء الفاحش في الأسعار، الندرة، الأزمات في كل شيء، الشعب السوداني صابر وصبر عليها. نحن بنشكره وبنلتمس له العذر لأنه ما حدث أو ما يحدث يمكن نتيجة لحرص أبناء الوطن السوداني وأبناء الشعب السوداني على أنه يطلعوا بفترة انتقالية ترضي وتحقق ما يصبو إليه الجميع. نحن يمكن الآن نعيش أجواء كلها مشحونة بالمضادات، إذا كانت الأحوال المعيشية، الأحوال السياسية، الأحوال الاقتصادية كما ذكر، فكلها يعني الشعب السوداني صبر عليها، وخاصة الشباب الذين غادوا الحراك وغادوا الثورة بيمنوا نفسهم بأنه يلقوا نفسهم في وضع مختلف من الوضع اللي خرجوا من أجله، لكن ما زال المشوار، ما زالت الخطوات ما زال الجميع في انتظار ما ستمضي إليه أو ما ستفضي إليه مقبل الأيام. نحن بنحييهم كلهم شباب وثوار، وبنقول لهم نحن معكم وبكم سنكمل إن شاء الله المشوار الذي ضحى من أجله كثير من الشباب وزهقت من أجله كثير من الأرواح. لهم منا التحية ولهم منا الشكر، ونتمنى أنه نحن بأعجل ما يمكن مع إخوتنا في الحرية والتغيير وفي القوى الثورة كلها نصل لاتفاق سريع جدا يخرج البلد من أزماتها الكثيرة. سعادة الفريق، أول هذه هي الأمانة، ولكن كل ما يكون هنالك تفاؤل تأتي أحداث لتعقد الأوضاع مرة أخرى. الآن ما حدث في الأبيض وما تبع من مظاهرات وغير ذلك من أحداث، متى تتوقف هذه الدماء سعادة الفريق أول؟ ما حدث في الأبيض وما حدث قبله كلها أمور مؤسفة. نحن يعني لا أحد يرضي بأن يموت أو يقتل أي شخص من الشعب السوداني. فنحن يمكن دي واحدة من الدوافع اللي بتدفعنا أن نوقع بأعجل ما يمكن أو نتفق بأعجل ما يمكن عشان نعيد الحياة لطبيعتها. التوتر الحاصل كل سببه التأخير، تأخير في التوقيع. نحن من جانبنا في المجلس العسكري أعلننا من أول يوم نحن جاهزين أنه متى ما التأمت القوى السياسية وجلست معنا أنه نصل بأعجل ما يمكن الاتفاق، ودي توجيهاتنا لناسنا في اللجنة السياسية أنه كل ما يحفظ للشعب السوداني وحدته وتماسكه ويحفظ للمواطنين كرامتهم وحقهم، نحن ما عندنا تردد في أننا نحن نوقع عليه بأعجل ما يمكن. والتعليمات عن ناسنا منتظرين يمكن فترة طويلة، ناسنا مرابطين منتظرين التفاوض، وشفنا كلنا الحياة أجلت أو أخرت التفاوض اللي هي من ضمنها وفوض التفاوض قعدت 15 يوم في أديس أبابا، والآن كل أمر يستجد يعرض على القواعد والأمور تتعقد يوميا بسبب المشاحنات أو المحاصصات السياسية التي لم يتفق عليها أحد. كما ذكرت سابقا نحن في بداية التفاوض اتفقنا على أن نترك الأمر في الفترة الانتقالية لكفاءات وطنية مستغلة ما فيها محاصصة سياسية، ولو ترك موضوع المحاصصة لكنا الآن عبرنا، لكن كل جزء هنالك أجسام تسعى للمحاصصة وتسعى لأن
يكون لها نصيب من الحكم في هذه الفترة. الآن نحن جاهزين، وفدنا العسكري جاهز وموجود باستمرار ومرابط وفي انتظار الطرف الآخر ليبدأ التفاوض. أنا أفتكر أنه الإعلان السياسي تم توقيعه، يمكن إعلان سياسي دي أول وثيقة توافقوا عليها الناس ووقعوا عليها جزء كبير من مكونات الثورة، وشهد عليها الاتحاد الأفريقي، وشهد عليها الوسيط الإيجاد، وشهد عليها كل العالم، وهي أصبحت وثيقة يعني يمكن أساسية في الوثيقة الدستورية التي ينتظر أن تناقش. نحن إذا كان شلنا الوثيقة الإعلان السياسي خطيناه في الوثيقة الدستورية، قطع شك التفاوض يوم ما بيتمه، لأنه معظم الأمور اللي كانت فيها خلافات أو الأمور الأساسية والجوهرية موجودة في الإعلان السياسي. فنحن متوقع أنه الناس يعضدوا على الإعلان السياسي ويعبروا بأعجل ما يمكن، لأنه الشعب السوداني أصبح الآن كما ذكرت يعني الضوائق الاقتصادية، الاحتضان السياسي، القوات الموجودة الآن. نحن يمكن تحية خاصة لأخواننا الجنود والضباط المرابطين المشايفين أنه نحن منتشرين في كل الشوارع وفي كل بقاع السودان، بيحفظوا الأمن وبيساهروا وما بيجدوا الاحترام وما بيجدوا التقدير وما بيجدوا الكلمة الطيبة من قبل كثير من القوى السياسية، يتهمونهم باتهامات زائفة وما في زول قدر أصله يقافون وسهرون وتعرضوا للشمس. الآن الصف الضباط والعساكر الموجودين في الشارع لهم شهور لما أشوا أهلهم ولا قاعدين في الشمس وقاعدين في العراء عشان يحفظوا أمن الشعب السوداني وعشان يحموا أرض السودان. المسألة دي برضو دائرة تقدير من دائرة الناس يلقوا حظه ومن التقدير يلقوا حظه ومن الشكر على الأقل على ما يقومون به من واجب. الآن في عداء يعني غير مسبوق لكل المكونات العسكرية، وهذا أمر يقدح في 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 حق العسكريين كلهم، من الجندية السودانية هي اللي حفظت البلد ده منذ أمد بعيد. العسكرية السودانية لا تستحق أن تهان أو أن يتحدث عنها حديث غير لائقة في حقها. نحن بندعو أن الناس ما يستخفوا بالجنود وما يستحقرون ويدوهم على الأقل، لأنه هم سهرين كلهم إذا كان في الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة والأمن سهرانين وضحوا بعمر وضحوا بحياتهم عشان يحفظوا من البلاد. سعادة الفريق أول، لكن الناس يعني ما برضو بتحصل تجاوزات، الناس بيشوفوا إن ما قاعد تجد الردع والعقاب المستحق. يعني حتى اللجنة تقرير لجنة التحقيق الأخير الذي خرج عرض المسألة دي لاستياء واسع من الجماهير بعدم الثقة في هذا التقرير، وفي كل مرة يتم الإشارة إلى ملثمين وغير ذلك، وهنالك قول بأن على هذه القوات أن تحمي المواطنين من الملثمين ومن المجهولين وغير ذلك. لجنة التحقيق التي أمر بها النائب العام، نحن لا علاقة لا أصلا ما تدخلنا في شغل النائب العام ولا طلبنا منه ولا عارف التكوين اللجنة ذاته ما تدخلنا فيه، وحتى لما طلع الإعلان ده نحن ما عندنا أي علاقة به. النائب العام جهاز مستغل وهو كون لجنته وطلع نتائجة، وحتى ما نحن يعني نفتكر أنه ما عندنا الحق في أننا نتدخل في شغله أو في أداؤه. فهو يرى، نحن كلنا اتفقنا صح أنه تكون في لجنة تحقيق مستغلة، واصلا لجنته دي لا تمنع من قيام اللجنه الثانيه، لانه ممكن تستعين بها، ممكن تشوفها تستدل بها، او ممكن تشتغل شغل الثاني لجنه التحقيق المستغله. فنحن بنشوف انه ده حق النائب العام، هو اشتغل شغله المهني. ايضا دي يعني فرصه انه نحن يجب ان لا نشكك في نزاهه الاجهزه العدليه السودانيه. اجهزتنا العدليه السودانيه عندها تاريخ مشرق وتاريخ ناصع وتاريخ مليء بانه هم اهل حق واصحاب حق، يجب انه نحن يعني برضو ما نقطح في مصداقيته ولا نشكك في دي. مؤسسات عدلية عريقة، الشعب السوداني كله يشهد على نزاهتها وعلى كفاءتها. نحن الآن نتحدث عن مؤسسة كاملة، يجب برضو أن يعني الناس يتكلموا بأكثر تخصيص أو أكثر يعني ما يعمموا الحديث عن أنه النيابة العامة أو القضاء وجهة العدل كلها أصابة ما أصابة. صحيح في قد نتفق مع الجميع في أنه جزء كبير من مؤسسة الدولة ليست العدلية فقط أصاب ما أصاب في العهد السابق، لكن أجهزتنا العدلية يجب أن نحن نحافظ عليها، نحافظ نديهم الصيغة في أنه هم أهل صيغة، هم أهل كفاءة، هم أهل عدل. أنا أتيح الفرصة للأخ نور أحمد النور رئيس تحرير صحيفة الانتباه للمناقشة وللسؤال. نعم، شكرا جزيلا أولا على الدعوة وعلى إتاحتك هذه الفرصة للنقاش المفتوح، وأيضا القيل هناك ليس هناك سقف كما ذكرتم
الأسئلة والتوضيحات، ونأمل أنه فعلا يكون حوار شفاف حتى يتيح للرأي العام أن يطلع على حقائق الأوضاع. نعم. في الأسبوع الماضي أعلن المجلس العسكري إحباط محاولة إنقلابية. نعم. ومن البيان الذي تلاه، بيان الإنقلاب الأول الذي تلاه رئيس الأركان السابق في الجيش، واضح أن هذه المحاولة الإنقلابية قديمة ليست حديثة من تلاوة البيان، لأنه لم يتطرق على كثير من المستجدات. والمدارس أو المجالس الخرطوم السياسية تتحدث أنه هذا كان انقلابا قديما فترة سابقة أعد، ولكن تم التراجع عنه، والآن تم استدعائه من جديد لتصفية، لأنه ربطوا أيضا بالإسلاميين، أنه الإسلاميين متورطين أو بعض العناصر الإسلامية متورطة، كأنما هو لتصفية وجود إسلاميين أو منتسبين للتيار الإسلامي أو محسوبين على التيار الإسلامي في داخل المؤسسة العسكرية، يعني اتخذ ذريعة لتصفية قيادات عسكرية من الجيش. أيضا الإعلان وطريقة ما تسرب من فيديوهات أيضا أثار كثير من التساؤلات حول كثير من التقاليد العسكرية، يعني دائما التحقيقات العسكرية بتكون مغلقة، لا تتاح حبل فيديوهات ولا تسرب، فكيف من المؤسسة العسكرية يسرب فيديوهات ويشار من هذه الفيديوهات؟ أثار كثير من التوترات، كأنما هناك حالة استقطاب سياسي بين في داخل الجيش من جهة، وهناك حالة استقطاب بين الجيش والدعم السريع، لأنه أيضا يتحدثون أن ما يجمع بين القيادات العسكرية المتهمة في الانقلاب أن كان لديها رأي واضح فيما يتعلق بوضع الدعم السريع، كان هناك الآن تنافس أو على الأقل عدم انسجام بين الدعم السريع وبين الجيش السوداني، والشارع لديه كثير من التساؤلات حول هذا الأمر. أولا، المحاولة الانقلابية هي محاولة حقيقية وصحيحة، المحاولة يمكن تم التخطيط لها في قبل فض الاعتصام، والبيان عدل بعض فض الاعتصام، لأنه آخر فقرة من البيان نحن حصلنا على البيان المكتوب يتحدث عن فض الاعتصام، وده بدليل على أنه هذا الكلام غير صحيح بتاعة أنه المحاولة قديمة. التخطيط تم في فترة يعني يمكن في نهاية مايو، وهذا لا يمنع أن هنالك محاولة انقلابية وقام بها بعض الضباط. إذا كان تراجعوا ولا ما تراجعوا، المحاولة الانقلابية كانت قائمة وعندها أركان مكتملة، وتمت نحن عندنا أدلة وبيانات أنه تم التأجيل، في كل مرة تتأجل لمدة أسبوع، تتأجل لمدة 10 يوم، حتى منتصف يوليو كانت التخطيط يتم لإنتاج هذه المحاولة. المحاولة صحيح يعني بدون شك، نحن كثير من الأسماء أو من الناس المشاركين أو المتورطين ما أفصحنا عنهم، لكن في قيادات تتبع للتيار التيار معلوم، قيادات نافذة أو مؤثرة أو أساسية في 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 التيار. القوات المسلحة نحن كلنا نسعى دائما أن نبعد بها وننأى بها من الاستقطاب السياسي، لأنه معروف أنه العسكريين أو الجيش، حتى الجيش السوداني ده معروف أنه ما فيه ناس عندهم أحزاب أو عندهم ولاءات حزبية. متى ما دخلت الحزبية أو الولاءات للقوات المسلحة أو للقوات النظامية قطع الشك ستنحرف وستكون عندها ولاءات متعددة ولاء أمال الوطن، فتطهير الناس المحزبين في القوات المسلحة لا يحتاج إلى زريعة ولا يحتاج إلى سبب عشان الناس يصفبوا الناس. في أي وقت الناس اكتشفوا أنه في زيد من الناس أو عبيد عنده ولاء سياسي لجسم غير الوطن أو غير القوات المسلحة، يجب أن يبعد من القوات المسلحة. الآن الناس يتحدثوا عن تنافس بين الدعم السريع أو بين القوات المسلحة، لا يوجد تنافس بين الدعم السريع والقوات المسلحة، الاثنين جسم واحد من أجزاء القوات المسلحة، وكل متأمل أو قاري لقانون الدعم السريع أول فقرة فيه الدعم السريع قوات نظامية تتبع للقوات المسلحة وتعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وده كافي لأن القوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة وبتأتمر بإمرة القوات المسلحة. الآن كل ما يسار من هذه الأمور أنا بفتكر أنه قاصدين بها يشيلوا القوة والوحدة حقة القوات المسلحة والدعم السريع، عشان تستطيع أي جهات ذات أغراض أو عندها أطماع أو عندها أجندة دارت تنفذها تنفذ من خلال هذه الفتنة ومن خلال هذه الفرقة. نحن بنتكلم عن أنه نحن متحدين، نحن كلنا بنعمل مع بعض في كل المستويات وموجودين مع بعض وشغالين مع بعض، ولما نسمع الكلام ده يعني لأنه نحن قاعدين سوا وشغالين سوا بنستغرب أنه الناس اتحد
في ناس شغالين فيهم في جهات عندها أغراض شغالة وسط القيادات التحت. صحيح حدثت بعض الملاسنات أو حصل بعض الكلام ودي حاجات شخصية وما عندها أصلا علاقة بالناس المجموعات الضباط اللي تم اعتقالهم في المحاولة الأخيرة. أصلا ما يمكن وحيد واحد منهم كان عنده حادث مع قائد الدعم السريع واحد فقط، أما البقية كلهم من الضباط المصنفين أو منظمين انتموا إلى تيار محدد. والشخص المعني أيضا ورد اسمه داخل التحريات وداخل التحقيقات. نحن الآن ما زالت الأمور طور التحقيق وطور التحري، متى ما اكتملت التحريات سيتم اتخاذ الأجراءات العسكرية. ما تم من بس من مقاطع أصلا التحقيق أصلا مضروب عليه طوق من السرية ولم يعرض لأحد. ما تم تسريبه كان تداول في أنه الناس دارين يعرفوا الحقيقة من زعيم من قائد المحاولة الانقلابية، ما كان تحقيق أصلا ولا كان يعني كان ناس قاعدوا معه مجموعة كبيرة جدا من الضباط ومن القادة بيسألوه أنه أنت كده فهم شنو يعني أنت زور رئيس أركان، يعني ما كان بالناس يتوقعوا أنه رئيس أركان لأنه هو قاعد مع الناس وموجود معهم 24 حتى لو عنده راية أو عنده أي شيء في الحالة السياسية كان يمكن أنه يتحدث عنها. وما يمكن ما لا يعلمون الناس أنه هم الآن في الاستجواب وفي التحري لسه بيقولوا أنه لسه طالما حصل اتفاق مع المدنيين وطالما أخذوا شراكة الانقلابات ما حتقيف، وده الكلام اللي هم لسه بيقولوه. افتكروا أنه يجب أنه ما تكون في شراكة مع أي جسم مدني، يجب أنه الجسم المجلس العسكري ما يتفاوض مع الناس ولا يعمل حكومته برا ويشتغل شغله بدون ما يتصل بالمدنيين. وده طبعا رايهم بيفتكروا انه ده راي الجيش، ابدا ده ما راي الجيش، القوات المسلحه من اول يوم انحازت للمدنيين حتى اعلى مستويات انحازت للمدنيين وارتضت انه تقعد مع المدنيين وتتفاوض معهم عشان تطلع بالبلد لبرا الامان. هل كان في ساعه صفر محدده للانقلاب؟ يعني هل فعلا الانقلاب ده ما اخذ من الارشيف؟ يعني انقلاب قديم يعني تم له اختيار التوقيت ده، هل ده نفي واضح لارشيفيه هذا الانقلاب؟ ابدا ما عنده اي ارشيفيه وتم الاعلان عنه فور ضبطه، يمكن ما تاخر اعلان عنه 24 ساعه. كان الساعه الصفر بتين ساعه الصفر لا احد يحدد ساعه الصفر في انقلاب عسكري. الناس كانوا بيحينوا الامور التوقيت المناسب وكانوا بيتكلموا عن انه رئيس المجلس العسكري يكون خارج البلد او نائب رئيس المجلس العسكري ما يكونوا موجودين، هم ممكن في اي وقت حتى يستعانوا ببعض الاحزاب السياسيه جزء منهم قد يكونوا من ضمن الموقعين على الحريه والتغيير. وردت بعض الاحزاب السياسيه اجسام سياسيه مشاركه غير الحركه الاسلاميه والمؤتمر الوطني في احزاب اخرى. نعم. طيب في التسجيل المسرب ساعه الفريق الاول كان واضح انه قائد الانقلاب ينفي علاقه الاسلاميين، بل قال انه تلقى اتصالات هاتفيه من قياداتهم بانه المزله دي حتجيب دم فما تعملوها، فكانه هذا التسجيل نفى حقيقه ربط هذه التحركات بمواقف الاسلاميين او المؤتمر الوطني. ما علاقه الاسلاميين به حتى يتصلوا به؟ هذا سؤال يجب انه كل زول يجاوب عليه، يعني الاسلاميين اذا ما عندهم بعد به علاقه اتصلوا به وكلموه ليه ما بلغوا عنه؟ انا اتخيل لي دي حاجه واضحه انه في تنسيق اصلا كان مسبق، لكن التوقيت قد يكون ما كان مظبوط وما كان تمام، لكن احنا عندنا الدلائل والشواهد اللي بتاكد انه المساله دي يعني متولياها جهه سياسيه واحده. يا سعادتك يا نعم سعادتك دقيقه طيب. سميه شكرا جزيلا الفرصه في هذا التوقيت الحساس من الوطن. يمكن سعادتك تحدثت عن المحاوله الانقلابيه الاخيره بالتفصيل، لكن يمكن تكرار مساله المحاولات الانقلابيه خلال الأشهر الماضية منذ تولي المجلس العسكري يعني كانت لافتة للأنظار، ويمكن يعني إطالة أمد التفاوض بينكم وبين قوى الحرية والتغيير واحتكار التفاوض نفسه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أدت إلى يعني تكرار مسألة الانقلابات العسكرية وأدت إلى التأثيرات السلبية لحالة التكلس الموجودة الآن اللي هي واحتقان في الشارع، ونرجع يعني في ارتباط مباشر بين حالة السيولة في البلد وبين الأوضاع المتأزمة جدا وما حدث اليوم في مدينة الأبيض من وقوع عدد من الضحايا
في مسألة كان من الممكن أن لا تكون إذا كان الحوار بينكم مضى بصورة سلسة بصورة أفضل. بصورة أفضل. طيب سعادتك بالإضافة لكلام سمية في تشكيك، في ناس بيقول عنه هذه المحاولات الانقلابية التي يعلن عنها يتم الإعلان عنها هي عبارة عن محاولة فزاعة لتخويف قوة التغيير، هي محاولة لتكريس السلطة العسكرية وغير ذلك. بالإضافة لكلام سمية في الحديث ده إنه يا أخي أنت كل مرة طالعين لنا بإنقلاب ضربتوا رقم قياسي في الانقلابات، المسألة دي هي عبارة عن فزاعة لا أكثر ولا أقل. نحن في المجلس العسكري أكثر من مرة وإن والله نحن ما عندنا أي رغبة في أننا نستمر في هذا الحكم، ويمكن الظروف اللي حاطت بالبلد في فترة من الفترات خلت العسكريين يتولوا زمام الأمر، يمكن ده جانب العسكري. حتى الجانب الآخر هو إعلان الحرية والتغيير، يمكن برضو هم لا نحن ولا هم، ما في زول عنده الحق فأنه يتحدث باسم الشعب السوداني ويحكم الشعب السوداني. الشعب السوداني الحق الوحيد الممكن زول يحكم به وينتخبه بعدين من خلال انتخابات، لكن الحالة الثورية والحالة كانت حاصلة هي اللي خلت الطرفين ديل تفاوضوا مع بعض وأصلا ما كان في إقصاء. القوة السياسية الأقصية الوحيدة كانت هي المؤتمر الوطني، وناس كانوا مدعوني معه، وحتى بالرغم مما يقال أن هنالك إقصاء أنا أشك في أنه هو إعلان الحرية والتغيير الناظر إلى المحتويات يجد أنه ثلاثة أرباع القوة السياسية في الساحة كانت ما مشاركة في مع المؤتمر الوطني موجودة في هذا المكون، وهذا المكون ارتضاه كل الشعب السوداني أو ثلاثة أرباع الشعب السوداني أنه يكون هو قائد ديه. ونحن كلنا لا ننكر بأنه كان عندهم دور كبير في قيادة الحراك وفي توجيهه وفي الدعوة لأنه الحراك يظل حراك مسالم ويظل أنه الحراك ما فيه أي أنواع من أنواع العنف، والناس قدروا يعبروا به لغاية ما وصلوا به للمستوى بتاع أنه الآن الناس على مشارف الحكومة الناس منتظرينها، ونحن بتوقع أنه تفضي لنظام أو لحكم متراضى عليه من قبل الجميع لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة والناس كلهم يشاركوا فيها. بالنسبة للانقلابات، الانقلابات يمكن الناس يتكلموا عنها ستة خمسة هما ثلاثة تقريبا الانقلابات اللي حصلت أو الفعل مسكوا ناس فيها كانت ثلاثة. والمجموعة الأولى يمكن كانت يدوب مجموعة بدأت تتكون بمكون سياسي، الناس كانوا موجودين في أرض الاعتصام هم استقطبوا جسم من الأجسام السياسية، استقطب بعض الضباط وحصلنا على كشف من الجسم ذاته السياسي بأنه ديل ناسنا ونحن شغالين معاهم. حصلنا دي أول واحدة كانت. المحاولة الثانية فعلا ضبطت خلية من الخلايا مزودة بأجهزة بتاع اتصال وعندهم برنامج، يمكن هي عدة خلايا الناس قدروا يضبطوا واحدة منها من الخلايا بتاعت هم خمسة ستة خلايا. بكل أسف يعني يمكن ضبطت اثنين خليتين، ما زالت في بعض المجموعات الثانية في الخلايا ما ضبطت، ولا آخر واحدة اللي هي المحاولة الأخيرة دي. المحاولة الأخيرة دي محاولة حقيقية ما فيها ما يمكن اكتشفت أعلن عنها بعد 24 ساعة من اكتشافها. صحيح الناس قد يقولوا دي متأخرة ودي قديمة، لكن هي تظل محاولة إذا كانت متأخرة ولا قديمة طالما النوايا موجودة عند الزول أنه يعمل انقلاب فما في شيء يبنى عنه تاني، ممكن يكرره تاني، ممكن يعمله في أي وقت من الأوقات. اللي بيقولوه أنه والله قد يكون قائد المحاولة حاول يبرئ ساحة ناس أو حاول، لكن نحن راصدين الاتصالات وراصدين الاجتماعات وراصدين التخطيط كله حتى القائمين على أمره. أحمد يونس سعادتك، هذه مناسبة لأترحم على شهداء الأبيض وعلى شهداء الثورة السودانية كلهم، شهداء الاعتصام وشهداء الثورة السودانية وشهداء السودان بشكل عام. وإذا تكلمنا عن الانقلابات، أنت ذكرت الآن أن المحاولة هذه كانت قديمة يعني ليست جديدة، لماذا تم السكوت عنها لإعلانها الآن؟ يعني ما الذي استجد؟ هذا واحد. اثنين، يعني المجلس العسكري الانتقالي ظل على الدوام يقدم تبريره لوجوده على رأس السلطة إنه هو بيمثل رمزية الوحدة السودانية. الانقلابات وتكرارها والصراعات وغيره، يعني الانقلاب الأخير ده تقريبا قيادات الجيش الرئيسية كلها كانت مشاركة في الانقلاب،
يعني وبغض النظر عن القوة هذا الانقلاب وبغض النظر عن الدوافع له، هو برسل إشارة قوية جدا إنه الجيش ليس على قلب رجل واحد، وبالتالي الرمزية بتاعت الوحدة بيكون فيها شيء. طيب الانقلاب ده أنا أصلا ما قلت قديم، لكن التخطيط له تم من قبل، وأظن في تنظيم يستطيع أن يكون نفسه في تنظيم وبعد يومين أو ثلاثة يعمل الانقلاب. قطعا التنظيم، اي تنظيم بيشتغل عنده مراحل بمر بها من تنظيم سري لغايه ما يكون، يعني ما في تنظيم بيتكون ويعمل انقلاب بعد يومين او ثلاثه. قطع الشك التنظيم ده قديم، قد يكون قديم، لكن المحاوله ليست قديمه، المحاوله متجدده، وكل فتره يتم التجديد، وكل فتره يتم الاجتماعات ويتم التحضير للتوقيت المناسب، لكن المحاوله ليست قديمه. القوات المسلحه يمكن دي مجموعة أظهرت أنه صحيح في اختراق القوات المسلحة، هذا أمر مرفوض، نحن لن نرضى بأن تكون القوات المسلحة ساحة للاعتراك السياسي. القوات المسلحة يجب أن الناس المنضوي لها يكونوا كلهم وطنيين، ولاء للوطن، وما عندهم ولاء لأي جهة تانية، أي ولاء لجهة أخرى حتما سيضعف القوات المسلحة وسيمكن الأعداء، أعداء الوطن، من أنه يخترقوها وينفذوا ما يرغبون في تنفيذه. القوات المسلحة صحيح نظام الإنقاذ 30 سنة، مش القوات المسلحة، كل مؤسسة الدولة استطاع أنه عناصر لها ولاء للتنظيم معين تتلغى وسطه. إحنا ما عندنا عداء لأشخاص، ما عندنا عداء لمجموعات، إحنا عداءنا المخربين، المفسدين، عندهم أنشطة ضارة بالوطن، عندهم أنشطة ضارة بالوحدة الوطنية. خلاف ذلك إذا قلنا نطهر الناس كلهم، الناس الحركة الإسلامية أو الناس المؤتمر الوطني، مسألة بتكلف كثير، وقد نفضي كل جزء كبير من ناخذ الناس بالشبهات. نحن الزول ما لم يثبت ضده أي عمل عدائي ضد الدولة أو ضد الوحدة الوطنية أو ضد تنظيم القوات المسلحة أو ضد الوطن، ده بكون مبرر كافي بأنه نحن يجب أن نتخذ فيه الإجراءات القانونية. القوات المسلحة ستظل هي الحامي للسودان، ولا أحد ينكر أصلا ضرورة تواجدها في الساحة، إذا كانت العسكرية أو الساحة السياسية، وعندها أدوار وطنية وهي الحارس البلد دي. يعني نحن القوات المسلحة لما نتكلم عن تاريخها، يمكن ما قبل الاستغلال، القوات المسلحة كانت موجودة وكانت مضرب المثل في الوحدة، في محافظة على الوحدة الوطنية وعلى اللحمة. القوات المسلحة يمكن كل زول من تمليها بيحلف أنه أنزل حياته لله والوطن، وكل زول في القوات المسلحة هو أدى هذا القسم للوطن ولحمايته ولحماية مكتسباته. فما أظن يعني يستطيع أي كيان أو أي مجموعة أنها تنال من وحدة القوات المسلحة ومن تماسكها، وكل مجموعة تستطيع أن تحاول أن تنفذ. قطع الشك الوطنيين والمخلصين والناس الحادبين على أمن الوطن سيكشفوها وسيعزلوها بدون أي شك. هل يا سعادتك دي بداية قبل ما أتيح الفرصة لأشرف، هل دي بداية لمواجهة ما بين المجلس العسكري والمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو الحزب القديم؟ يعني ما حدث الآن كأنه بداية لمواجهة وصفحة جديدة غير الصفحة التي كانت قائمة. أتيح الفرصة لأشرف. و طيب في بداية يعني نرح يعني في بداية هذا الحديث يعني نترحم على الشهداء، خاصة الذين سقطوا اليوم من مدينة الأبيض، وهي مدينتي، يعني أنا من الأبيض كذلك. نأمل أنه في هذه المرحلة أنه تتواصل اللقاءات بهذا الشكل الشفاف والمباشر، وتكون العلاقة بين الصحافة وبين السلطة هي علاقة مميزة أكثر من أنها علاقة عداء، يعني كما كان في السابق، ونحن في صحيفة الجريدة عانينا من ذلك كثيرا. يعني النقطة المهمة والمتعلقة بموضوع الانقلاب، أنا دار أتحدث عن أنه دم الانقلاب الأول الذي تم اكتشافه، تحدثت أنه هذا هو الانقلاب السادس بحسب، أو الخامس أو السادس. طيب إذا كان هو هذا هو الانقلاب السادس، لماذا في هذه المرة فقط تمت تسمية المتورطين والمتهمين؟ لماذا في المرات السابقة لم يتم الكشف عن أي من قام بهذه المحاولات؟ وهل الذين قاموا بهذه المحاولات السابقة هو رهن الاحتجاز أو قيد التوقيف أو أين هم؟ يعني إذا كانت في محاولات سابقة، يعني
هي تحدثتم عنها، ولا هنالك ربط بين المحاولات السابقة وبين المحاولة الحالية؟ برضو قبل تحدث الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري عن انه في الانقلابات السابقة هنالك بعض الذين يتفاوضون مع المجلس العسكري كانوا جزء من التدبير لأحد هذه المحاولات، هل ذلك صحيحا؟ وأيضا أنت تحدثت في خلال حديثك أثناء السرد الأخير للمحاولة قلت أنه في قوة أخرى شاركت في هذه المحاولة الأخيرة، هذه القوة الأخرى لماذا لم تطالع حتى الآن يد الغبض، ولماذا لم تعلن، ولماذا لم يكشف عنها؟ فقط هنالك تركيز محدد على قوة معينة، دارين شكل أدق وتفصيل في هذا الموضوع. طبعا المحاولات السابقة، المحاولة الأولى كما ذكرت كانت في أيام الاعتصام، ويمكن الناس المعلومات جاءت من واحدة من التكوينات السياسية وضبطت المجموعة وتم التحري معها، ووجدت محاولة هي فطير أو تنظيم لتنظيم سياسي داخل الجيش، تنظيم معين، وحجز الناس المعنيين وعددهم 12 من الضباط تم التحري معهم، والآن هم موجودين تحت الرغابة لكن لم يتم التحفظ عليهم. أما المحاولة الثانية نحن بنعتبرها وبنفتكر حتى الآن هي جزء من هذه المحاولة، أعضاء موجودين في التحفظ، والتحقيق الآن مستمر كما ذكرت، حتى الآن كل ما يذكر قد يكون معلومات وإفادات من بعض الناس المتحفظ عليهم، لأن هم عندهم اتصالات بجهات سياسية، عندهم اتصالات بمجموعات، أو تم تنوير أطراف معينة. نحن بنترك كل الأمر، كل الحقائق التفصيلية ستعلن فور انتهاء التحقيق. الآن التحقيق الجاري الآن هو تحقيق لاستقصاء الحقائق، لكن التحقيق الرسمي سيبدأ يمكن بكرة أو بعد بكرة بعد ما تكتمل التحريات الأمنية وتكتمل العناصر. يمكن الأخوان في الأجهزة الأمنية، أنا ما أقول روحهم طويلة، لكن يتابعوا من فترة من معلومات صغيرة لغاية ما حتى يتمكنوا من الإحاطة بكل الأمر. فالمتهمين السابقين موجودين، والمتهمين في كل الجرائم اللي حدثت في الفترة السابقة كلهم موجودين رهن الاعتقال، وسيتم الإعلان عنهم، وسيتم حتى الإعلان عن الناس إذا كان في أي سام أخرى سياسية شاركت أو كانت على علم أو كانت على دراية بهذا الأمر، سيتم الإعلان عنها في التوقيت المناسب. أسامة، عشان نقفل الملف بتاع الانقلابات وننتقل، لأنه عندنا مجموعة من الملفات، عندنا عن الاتفاق السياسي، عندنا عن الوثيقة الدستورية، عندنا عن مستقبل الفترة الانتقالية، عندنا عن الأوضاع الاقتصادية على طلب سمية طبعا متخصصة في الجوانب الاقتصادية وكذا. أسامة نديك فرصة عشان نطلع فاصل بعد إجابة سعادة الفريق الأول. ما عندي من هاي سعادتك، الأمر نبدأ من مسألة الاتفاق السياسي. يعني واضح جدا من المشاورات التي أجرت داخل مكونات قوى الحرية والتغيير بعد سبابة، هي مؤشر صريح إلى فتح الباب مرة أخرى أمام إعادة التفاوض فيما يلي الملف السياسي. هل فيما يليكم من جانب المجلس العسكري، هل من الممكن جدا أن تكون لديكم اشتراطات جديدة فيما يلي اتفاق السياسي الذي تم إبرامه مع قوى الحرية والتغيير، خاصة أن المشاورات التي جرت في أدي سبابة يعني تحدثت عن مجلس الوزراء، تحدثت عن مجلس السيادة، هي كلها مؤشرات بأنه من ممكن جدا إعادة فتح الاتفاق السياسي منذ البداية. الأمر الآخر، كل ما اقتربت الأطراف إلى جولة تفاوضية حاسمة، يعني كأنما هناك ما يحاول العبث بطريق السلام أو يحاول زرع القام في طريق السلام، يعني أبرزها الآن الحديث عن التقرير فض الاعتصام، الآن حالة الاحتقان في الشارع اليوم في الخرطوم كانت سبب مباشرة من أسباب عدم الرضا عن حالة التقرير، ثم أنه من جانب آخر يعني أكثر من مرة كانت تحدث مسلمة حدث اليوم في الوبيتية، وكلها يعني توقف الطريق أمام أي استمرار فيما يلي التفاوض مع الطرفين. أختم حديثي بالأمر، هناك تشدد من أحد القوى السياسية داخل مكونات الحرية والتغيير، حتى أنه اليوم كان لديهم حديث بمطالبة بوقف التفاوض مع المجلس العسكري. كيف رؤيتكم للتفاوض مع الحرية والتغيير في ظل التجاذبات وفي ظل بعض حالات التشاكس الباينة بشكل كبير داخل قوى الحرية والتغيير؟ أنا بفتكر الأحداث اللي بتحصل دي كلها يجب أنها تكون دافع وحافز للناس المتفاوضين بأنه يعجلوا بتوقيع اتفاق، يعجلوا بإنقاذ الشعب السوداني، يعجلوا بأنه ينظروا لحالة الشعب السوداني.
الناس المتفاوضين الآن أنا ما أشك في أنه هم مواطنين، لكن كل زول ينظر إلى حالة المواطنين الآن الضائقة المعيشية، الخيارة بعشرة جنيه، طماطم ثلاثة بخمس، الناس ضاقت وفي تململ كبير جدا من الوضع الراهن. أنا بفتكر أنه نحن كلنا يجب أن نحس بمعاناة الناس، نحس بالناس اللي ضحوا وماتوا ومرقوا وعمرهم كله قضوه وقاعدين معتصمين بالشهور، وحتى الآن بيطالبوا بأنه دارين يشوفوا حاجة، دارين يحسوا بأنه والله هم فعلا قدموا روحهم وقدموا جهدهم وقدموا شعبهم عشان الشعب السوداني ده يعيش الحياة اللي بتمناها. لكن نحن الشيء بنشوفه الآن من التقاطعات والبتحصل دي يجب أن تكون حافز لنا عشان نطلع نزور المسكين ده ونقدر نحقق له طموحاته. الشباب كلنا شفنا التضحيات، العام الدراسي انتهى، ناس ضيعوا سنة كاملة من عمرهم عشان البلد، عشان يشوفوا وطن معافى سليم، ما هم بيدارين يشوفوا يحققوا فيه طروحاتهم، طروحات الحرية والسلام والعدالة. لكن احنا الآن المتاريس اللي بتوضع دي يجب أنها تكون حافز بالنسبة لنا نتخطاها وأنا ما نقف عندها إذا كان إحنا فعلا وطنيين وفعلا حرصنا على أنه نطلع على البرد، لأنه كل تمسك بأي حادث يحصل قطع الشك عنده جوانب سلبية أو عنده بترتب عليه أمور سيئة خاصة بحياة المواطنين وبمعاشهم وبأمنهم. سعادة الفريق أعتقد أنه أسامة بيشير لنقطة محددة، هل حيوافق المجلس على فتح الاتفاق السياسي مرة أخرى لإضافة الملحق الذي تم في أديس أبابا؟ الإعلان السياسي اللي تم التوافق عليه وتم الإعلان السياسي الموقع قبل فترة، هو أنا أتخيل لي هو ده يمكن الاتفاق اللي حتى وقعوا عليه طرفي التفاوض ووقعوا عليه شهود واعتمد في الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأفريقي وداه لكل الاتحاد الأوروبي، كل الشركاء كانوا قاعدين معانا أغروا به واعترفوا به. نحن أي إضافة ممكن تجي عليه بملحق، يعني ممكن ناس يلحقوا معاه أي حاجة، لكن يجب أنه نحن ما نتخطاه في التفاوض جوا وفي الوثيقة الدستورية، لأنه هو بأسس، لأنه هو يكون أساس للوثيقة الدستورية. إذا كان خطيناه جانبا وفتحنا موضوعات جديدة في الوثيقة الدستورية فده معناها نحن فعلا حنطيل أمد التفاوض، لأنه حنتناقش تاني في مجلس الوزراء ونحن حسمناه، حنتناقش تاني في مجلس التشريع ونحن حسمناه، حنتناقش في هياكل السلطة ونحن حسمناها. في أمور كثيرة جدا حسمت وكانت محل خلاف في الإعلان السياسي، فإذا فتحناها تاني أو في أي جهة دعت لفتحها تاني معناها الجهة دي قاصدة أنها تطيل أمد التفاوض، قاصدة أنها ترجع الناس تاني للبداية من بداية التفاوض اللي نحن بديناه ولينا أربعة أو دخلنا يمكن في دخلنا بسبب إطالة التفاوض الشعب السوداني في متاهات وزهزغت أرواح وجاع، والناس عايشين عيشة شايفينها نحن طريقتها، شايفين الناس عايشين عيشة يعني لا تسر ولا ترضي كل وطني ولا ترضي كل صاحب نخوة، ولا الآن الناس ضايقين. يعني حيتم النقاش حول الملحق المضاف من قبل المجتمعين في أديس، حيخضع لنقاش من قبل المجلس مرة أخرى، ولا حيتم التعامل معه كيف؟ لأنه نقدر اتفقوا عليه أنه يكون هنالك ملحق مضاف إلى الاتفاق السياسي والإعلان السياسي. إن حتى الآن الملحق اللي إحنا أو حيطنا به علما أنه هو كلام يتحدث عن إعطاء أهمية للسلام وللمناطق المتأثرة بالحرب، هذا مضمون ما أشيع أو ما يراد أن يضاف كديباجة، يمكن أن يضاف كملحق، يمكن أن يضاف كبند من بنود، يعني ممكن نحن نعمله وثيقة تانية براها، يعني ممكن الوثائق تصبح عندنا الإعلان السياسي والملحق المعني، يمكن أنه يكون عندنا الوثيقة الدستورية دي، يمكن نعمله. أنت قاعد ما بتعمل ربكة ساعة الفريق أول، يعني كان الوثائق وعدد ده مش حيعمل ربكة بشوية في المشهد؟ أنا أتيح الفرصة للنور اعمل إضافة لي. والله أنا أعتقد الآن الرأي العام بيتهم الطرفين المجلس العسكري والحرية، هم الاثنين هم الأطال وعمد التفاوض. بسبب أنتوا حصلت تفاهمات كبيرة جدا لغاية 15 مايو قبل إفراز الاعتصام، وبقت نقطة وحيدة متعلقة بالتمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، ودي ذات اقتربوا من المناصب اتفقتوا عليها. نعم. جاء فضل الاعتصام، المجلس العسكري ألغى كل التفاهمات السابقة. الآن الوثيقة الدستورية الإعلان السياسي وقع عليه الطرفين، حصل تفاؤل من الشارع السوداني وفرحة كبيرة أنه دي أول وثيقة توقع من الطرفين بصورة رسمية وتفتح الباب لمرحلة جديدة. الآن الوثيقة المقترحات في الوثيقة الدستورية هو الحرية والتغيير تناقض ونشرتها للرأي العام، تناقض الإعلان السياسي. يعني كأنه دايين يبدو من الصفر. يعني أنتوا في الأول لغيتوا التفاهمات، الآن هم دايين يلغوا حتى الإعلان الموقع.
فالطرفين اعتقد هم الاثنين في الراي العام هم الطرفين اطالوا امد التفاوض ولم يشعروا ولم يحسوا بمعاناه الشعب السوداني. نحن نفتكر انه كل ما تمت من تفاهمات سابقه كانت تفاهمات، هم حتى كانوا يتكلموا عنها تفاهمات، لكن الاتفاق الحقيقي ما تم توقيعه يجب ان نحن نعض عليه ويجب انه نعبر به ونحاول نعبر به، يعني هو حتى كفيل بانه ممكن من خلاله يشكل مجلس سياده ويشكل مجلس الوزراء من خلال اتفاق الاعلان السياسي فقط، وترجع بقيه التفاصيل لاحقا. انا بفتكر انه الشعب السوداني الان في حوجه انه تقوم المؤسسات تخدمه، تقوم المؤسسات اللي بتحل عليه مشاكله. نحن في المجلس العسكري الان يعني تحملنا هذه المسؤوليه لشهور طويله، وإذا كان وردك التفاصيل أن إحنا الموارد حقت الدولة الناس بتحصلوا عليها كيف ومن وين والعملة الصعبة، تلقى أنه والله فعلا يجب أنه بأعجل ما يمكن نشكل الحكومة عشان تطلع بمهامها، تشوف مشاكل الناس، تشوف معاش الناس، تشوف الأمور اللي بتخلي الناس تحس بأنه هي قدمت لقت حاجة من التضحيات اللي قدمتها. الاقتراحات الاتفاق السورية بس واقتراحات الأسري طرحوها للرأي العام والحرية تناقض الاتفاق السياسي، يعني ذلك انه سنبدا ثاني من الصفر. نحن بنفتكر انه الاعلان السياسي حيكون هو المرجع، لانه في كل الناس لجنه التفاوض موقع على الاعلان السياسي، اللجان التي تتفاوض موقع على الاعلان السياسي، لا 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 تخيل اخلاقيا انه شخص وقع على وثيقه يجي ينقضها بدون اي سبب، فاذا ادرجت هذه الاعلان السياسي يدرج داخل وثيقه واحد كافي بانه الناس انتهوا من التفاوض. سمية يمكن سعادتك ما تسرب في خلال أجهزة الإعلام والسوشيال ميديا حول الوثيقة الدستورية لا ينبي بتفاؤل حقيقة في التفاوض المتوقع قدا، يعني في كثير جدا من التعديلات اللي أدخلتها هو الحرية والتغيير في بعض البنود، وأنا أعتقد إنها ستكون هي متاريس جديدة في مسألة التفاوض بين المجلس العسكري وهو الحرية والتغيير. وعايز أرجع للتعقيدات اللي ذكرها أستاذ النور، يعني الآن مكونات أساسية من قوى سياسية أو خلينا نقول من الحركات المسلحة أعلنت بشكل واضح رفضها لكل ما يتم الآن، يعني يمكن فصيلي عبد الواحد والحلو رغم أنه كان فيهم تفاوض في جوبا مع الحلو، لكن اعتقد انه فشل تقريبا او شبه فشل. فديل القوى اللي هي عندها نازحين تمتلك هي القوه على الارض، ودي افتكر انها ستعيد مساله الحرب والسلام الى الواجهه مره اخرى، وحتكون واحده من المسائل اللي ممكن تعقب اي تشكيل او اي حكومه مدنيه قادمه. انا عندي في اضافه هنا، انا عندي سؤال أستاذ سمية، وهو حقيقي طرف رئيسي من أطراف الحركات المسلحة يعني لم يرفض الوصول لسلام، يعني الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو ما أفادت به إنها هي ستتفاوض بعد تكوين الحكومة، هي لم ترفض التفاوض، لم ترفض هناي، لكن هي أمهلت نفسها لهناي وقدمت خطوة إيجابية جدا في أنه أعلنت وقف إطلاق نار من جهة من جانب لمدة 3 أشهر وستتفاوض مع الحكومة الانتقالية المدنية المكونة. يعني أصور أنه هذه الحركة أصبحت من الحركات الداعم للتحرك للثورة. أنا عندي سؤال فيما يتعلق بالملف بتاع التفاوض. سعادتك ظللتم على الدوام ترددوا بأنكم زاهدين في البقاء في المنصب السياسي أو الوظيفة السياسية، لكن مشاركتكم في مجلس السيادة يعني أنا أقدر أن أصفها بأن مفاوضينكم قاتلوا قتال شرس للحصول على حصة معتبرة في مجلس السيادة. بدأت من أنه مجلس السيادة مجلس السيادة عسكري، تراجعتوا شوية أو تنازلتم قليلا لغالبية، وصلت للمحاصصة 5+5، وحتى العضو الحادي عشر في جدل بينكم وبين الحرية والتغيير في أنه هل هو عسكري متقاعد أو هو بتختاره هناي. يعني هل أنتم جادون فعلا أو زاهدون فعلا عن المنصب السياسي، وإذا كنتوا زاهدين يعني لماذا الإصرار على التمثيل والحصة؟ طيب
أنا أرجع للأستاذة، نحن يمكن كلنا متفقين أن السلام من أول واجبات المرحلة الانتقالية وأهم واحد من أهداف المرحلة الانتقالية. فكل الأطراف متفقة أنه يجب أن يولى ملف السلام العناية اللازمة، ونحن كنا متوقع أنه الحركات المسلحة كلها تنضم يعني للمنظومة الوطنية بعد إتمام صفقات سلام معهم مباشرة من خلال اللجان التي ستنشأ أول مفوضيات. واحدة من المفوضيات اللي هي مفوضية السلام، ونحن نفتكر أنها هي دي اللي ممكن تصيغ الاتفاقيات مع السلام عشان الحركات تيجي تخش. ودي أول واحدة، وهم ممكن يتفقوا أنه حددوا لها ستة شهور دي إذا الناس أخلصوا وكونوا فيها المفوضية الوطنية اللي بتقدر تلبي متطلبات الناس اللي بتفاوضوا من أجل السلام. أنا بفتكر أنه ممكن كل الناس يجوا يحصلوا تاني العملية السياسية. بالنسبة للأخوان في الحركات عبد الواحد أو الحلو، وكلهم زي ما ذكر كلهم دارين، ما في زول أظنه ما عنده رغبة في أنه يتحقق سلام في السودان، بل أنه الحلو رسل، ونحن الإفادة جاتنا أنه هو عيان لكن رسل ناس وجو وسمعوا ما عند المتفاوضين وقالوا أنهم حيرجعوا لناسهم هناك، وعندهم رأي واضح في أنهم حتى الأطروحات حقتهم كلها يجب أنها تنبع من القواعد، وعندهم مجلس أظنه مختص بهذا الشأن سينعقد لينظر في هذا الأمر. بالنسبة للتمسك بالسلطة، نحن هذه فترة انتقالية، وفترة انتقالية كنا نحن مخططين أنها تكون سنة واحدة فقط عام واحد، وبعده القوى السياسية تحكم ما تشاء. لكن نحن نرى أن لا يستقيم الأمر أن نسلم كل السلطة لجهة غير منتخبة وسط الشعب السوداني. لا نشك ولا أنه في عقوبة إعلان الحرية والتغيير، صحيح هي بتتكلم بلسان حال جزء كبير من السودانيين، لكن هنالك أجسام أخرى عندها الحق، هناك ناس مواطنين أخر عندهم الحق صوتهم غير مسموع. نحن نحرص على أنه نمشي مع أخواننا في إعلان قوى الحرية والتغيير عشان الاثنين نحن مع بعض نسلمهم بعدين هم الحكم من خلال انتخابات، من خلال يجيبوا ممثلينهم والناس اللي دارينهم. فنحن اصلا لو كان دارين ما كان شركنا معانا اصلا الناس، ولا كان حددنا الفتره الانتقاليه بسنه او بسنتين او باقل فتره ممكن الناس ترتب فيها وضعها، تستعيد فيها عافيتها، الاحزاب السياسيه تتكون، المنظمات المجتمع المدني كل شيء يتكون ويترتب عشان الناس ينطلقوا لفتره الناس فيها الدوله فيها مكتمله الاركان ومبنيه بنيان صحيح. هي يجب أن احنا نسميها ذات فترة تأسيسية، كلنا احنا مع بعض نأسس عشان بعديها نعبر بالبلد لفترة فيها ديمقراطية وفيها حرية وفيها عدالة. في لغط شديد ولغط كبير سعادة الفريق الأول حول المسألة بتاعت اختصاصات وصلاحيات المجلس السيادة. الناس بيتكلموا، في ناس بيتكلموا عن انه هو شرفي يقوم بأدوار شرفية، الحزب الشيوعي قال هو أقرب لي دور ملكة بريطانيا، وهنالك من يقول بأنه له سلطات حقيقية وسلطات سيادية وكذا. لكن برضو لما نجد في التفاصيل المتاحة الآن كأنه في كثير من الاختصاصات والصلاحيات التي كانت تعرف بأنها سيادية في السابق ستكون موكلة لرئيس الوزراء وليس للمجلس السيادي. يمكن ما زالت اختصاصات وسلطات المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء مرتبطة بنظام الحكم. نحن في السودان عندنا نظامين جربناه، نظام برلماني ونظام رئاسي. في النظام البرلماني كل السلطات عند رئيس مجلس الوزراء أو عند الحكومة التنفيذية، كل السلطات التنفيذية موجودة في هذا عند رئيس مجلس الوزراء. في النظام الرئاسي كان شغال في 30 سنة الماضية كل السلطات عند رئيس الدولة، والنظامين معمول بينهم في كثير من دول العالم. لكن احنا في الفترة الانتقالية احنا في المجلس العسكري او جزء كبير من القوى السياسية بما فيهم شركاء في اعلان قوى الحرية والتغيير، انه نظام الحكم او شكل الحكم يجب ان يترك للحكومة المنتخبة بعدين او للمجلس التشريعي المنتخب اللي هو بغرر انه السودان يحكم بياته طريقة. ودي واحدة من المشاكل اللي يمكن اللي احنا جربنا فيها النظام البرلماني اكثر من مرة، وحصل بعديه انقلاب جربنا النظام الرئاسي، ونحن يجب انه كسودانيين نشوف لنا نظام بيشبهنا. صحيح في النظام الرئاسي السلطات عند الرئيس في النظام البرلماني، لكن احنا الان ما توافقنا عليه. لا برلماني لا رئاسي الان الوضع الجديد ده؟ هم بالرغم انه في الوثيقه مكتوب المطروح للنقاش انه نظام برلماني. نظام برلماني احنا عندنا تحفظ على كلمه لانه ما في زول بيحدد الان
كيف يحكم السودان، بعدين اذا في مجلس تشريعي منتخب هو اللي يحدد طريقه حكم السودان. يعني الصلاحيات السياديه المعروفه اللي هي كانت مطروحه في دستور 2005 انتم متمسكين بانها تظل لدى المجلس السيادي. يعني الان كل السلطات التنفيذيه تركت لرئيس يعني الوزراء. موضوع زي تعيين الولاء سعاده الفريق، تعيين الولاء، تعيين السفراء، تعيين رئيس القضاء او رئيس القضاء والنيابه والمرأة، كل جهاز من الاجهزه دي عنده نظامه وعنده قوانينه وعنده لوائحه، ما في زول عنده الحق انه يعين رئيس القضاء ولا النائب العدل، كلهم عندهم رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام، دي كلهم عندهم لوائح وعندهم أنظمة خاصة بهم. هي تبعيتهم حتكون لرئيس مجلس الوزراء ولا للمجلس السيادي؟ هم جهات مستغلة ما تابعة لأي جهة، ما حتكون عندها تبعية. نعم. التعيين الأولى صحيح نحن موجود، نحن بنفضل أنه يتم بالتشاور، لأنه برضه الوالي في منطقته هو بيمثل السيادة، لأنه هو رئيس لجنة الأمن في منطقته أو في ولايته، لكن لا مانع أنه نحن ما عندنا مانع انه السلطات التنفيذيه كلها تكون في يد الحكومه المدنيه، وده اللي بيتمناه الشعب، ودي هي الحكومه المدنيه، كل السلطه التنفيذيه المختصه بالعلاقه المباشره مع المواطنين عند الرئيس مجلس الوزراء. وانتم في مرات كنتوا بتتكلموا عن انه في تحديات عسكريه، ذات طبيعي انه لا زال حرب في مناطق ما وقفت، لا تزال هناك تحديات امنيه، كانه في كل مره بتشيروا انه ضروره ان يكون الوالي في بعض المناطق والي عسكري لا مدني. هل دي رؤيتكم؟ ابدا، احنا ما في اصلا، ما في زول اصلا دخل في تفاصيل من يتولون المناصب حتى الان. نعم. في سؤال يعني سابق من النقطه اللي فاتت المتعلقه بالاتفاق السياسي، الان يعني بعد الاتفاق بين قوى الحريه والتغيير والجبهه الثوريه، ضمنت نقطه اساسيه انه من حق الجبهه الثوريه انه يكون عندها استحقاقات للسلام. استحقاقات دي قد تعني يعني كلمة مفهمة ما معروفة، ممكن تعني محاصصات في الفترة القادمة، ممكن يكون إن الجبهة الثورية اتفقت مع قوى الحرية والتغيير على مناصب محددة بعينها. بتفتكر إنه هل ده ممكن يكون جزء من الوثيقة الدستورية إنه يثبت للجبهة الثورية حق أساسي في إنها تكون جزء من السلطة القائمة بعد الاتفاق الدستوري؟ ده واحد. النقطة الثانية يعني قبل ونحن خشينا الآن في التفاوض حول الإعلان الدستوري، يعني صحيح تتحدثت من قبل في حوار سابق مع الأستاذ ضياء إنه ما في حصانات مطلقة بالنسبة لأي سوداني، ولكن في تخوف لا زال إنه كأنكم تخشون المحاسبة من المسألة بتاعت التمسك بالحصانات داخل وضرورة تضمينها في الإعلان الدستوري. نقطة أخرى برضو يعني كثير ومرارا، هسي أحمد قبل شوية زميل يعني تحدث عن الزهد وإنه قلتوا أنتم دائرين السلطة وما حرسين على السلطة في أكثر من لقاء جماهيري، لكن المتابع برضو في مقترحاتكم في الإعلان الدستوري بيجد نقاط مهمة، يعني أنتم متمسكين بمسألة تعيين الولاة قبل شوية الأستاذ ضياء ذكرها، ومتمسكين برضو في الإعلان يعني حسب مقترحكم أنتم متمسكين بالنقطة دي. طيب إذا كنا نحن ماشيين نحو الدولة المدنية، هل بتعتقد أنه أو هل مش من الأفضل أن القوات المسلحة تكون بتتبع للدولة المدنية؟ يعني مش مفروض تكون في قوات مسلحه برا ودوله مدنيه برا؟ ما هي خلاص اصبحت جزء من الدوله المدنيه. طيب اذا برضو حسب مقترحكم انتم بتفتكروا انه المفروض تعينوا وزير للدفاع، ده من حقكم بحسب مجلس السياده، وزير داخليه، وزير دفاع ووزير داخليه. طيب وزير الدفاع ووزير الداخليه هل حيكون اعلى رتبه من القائد العام لقوات الشعب المسلحه ولا حيكون اقل رتبه بحسب التفصيل؟ ودي واحدة من المطبات اللي حتواجه الناس في التفاوض. أوكي. عشان كده كنت حريص، لكن لا مانع يعني انه اسمع. اولا تعيين الوزراء او تعيين الولاة، يمكن نحن تكلمنا عن انه الان الحكومة التي تقوم الان هي اولا نحن كلنا متفقين انه تكون حكومة كفاءات وطنية مستغلين عشان ننأى بالاحزاب السياسيه انها تنغمس في العمل العام الان بدون انتخابات بدون تفويض شعبي. فاتفقنا انه يجب انه المساله الانتقاليه دي التاسيسيه يكونوا فيها الناس مستغلين ما عندهم ولاءات حزبيه. بالنسبه للولاة او للوزارات الثانيه، التمسك بانه اختيار يتم من مجلس السياده، اصلا احنا قلنا يتم ترشيحهم بواسطه رئيس مجلس الوزراء، لان هم في النهايه ميزان شغلهم كله التنفيذي خاص بمجلس الوزراء.
لكن حتى الناس يضمنوا أن المسألة دي ماشية. ومجلس السيادة هو ما مكون من العسكريين بس، مجلس السيادة فيه مدنيين أكثر من العسكريين، فلما كل ذلك يفتكر أن العسكريين دارين يهيمنوا على السلطة، أبدا. المجلس السيادة الآن المدنيين فيه أكثر من العسكريين، المدنيين والتصويت فيه بالأغلبية 3/4، يعني ما في عسكري براه بيقدر يتخذ قرار، وما في مدني براه ما لم يكون في توافق، والتوافق ده مطلوب عشان نعبر ببلد. نحن هذا نتكلم أنه هذه فترة انتقالية، فترة تأسيسية ما فيها محاصصة، يعني ما فيها نحن العسكريين حقنا كم وانتم المدنيين حقنا كم، حقكم كم، نحن مع بعض نعبر بالمسألة دي عشان الناس بعدين يقدروا يكونوا حكومات. الموضوع بتاع الحصانات زي ما قال، الحصانات دي اصلا نحن اصلا انتوا متمسكين بها اصلا، ما طلبناها، دي كونتها اللجان الفنيه، هي طرحتها وكتبتها. لكن احنا حتى في لجاننا، حتى في لجاننا حق التفاوض او في نقاشنا في المجلس العسكري ما في وقت تطرق لها اصلا، لكن اللجان الفنيه شغاله، هي طرحت موضوع الحصانات. والحصانات نحن بالنسبه لنا كعسكريين، احنا حصاناتنا العسكريه موجوده ومعروفه، وكل دول معروف انه الحصانه بتنزع منه بياتو طريقه، حتى أدنى واحد من العسكريين اذا كان حصل ضده شيء الا ما عدا في حالات التلبس، لكن كل الجرائم الثانيه في تسلسل الناس بيشيلوا بها انه الحصانه، ما في زول اظنه مرفوعه عنه الحصانه نهائيا، كل زول في طريقه الناس بيشيلوا بها منه الحصانه حتى تصل حتى المحكمه الدستوريه. وطبعا لما يتكلموا عن الحصانه سعادتك بيتكلموا كانه هنالك مخاوف من قبل العسكريين من التغرير الذي يمكن ان يخرج من اللجنه المستقله تم الاتفاق على تكوينها، باعتبار انه ممكن تكون هنالك اطراف عسكريه يتم اتهامها او ادانتها من قبل هذه اللجان. احنا متاكدين واثقين تمام الصيغه انه المجلس العسكري ما فيه اي شخص على علم يفضل اعتصام او وجه لانه يفضل اعتصام او شارك في فضل اعتصام، دي قناعه. ونحن كلنا مهما يعني ما في زول حيقدر يثبت كلام ما موجود اصلا، حاجه ما موجود زول بيقدر يثبتها ما في، فدي قناعه. عشان احنا كلنا عارفين ومطمئنين انه نحن اذا كان اي زول ودين باي شيء كلنا نقيف ضده وكلنا ننفذ فيه العقاب اللازم، اي زول ودين باي جريمه، ما في زول عنده حصانه مطلق، ما في زول. الرقابه اللي حتكون، الرقابه الافريقيه اللي حتكون على اللجنه المستقله حيكون دوره شنو بالضبط كده في الفتره القادمه؟ حتى الان لا ما في رقابه تم عليه شكل رقابه من ما تم اتفاق عليه وجود رقابه. مطروح دعم افريقي، بدعم افريقي، ده المطروح، دعم افريقي ممكن يكون دعم فني، دعم لوجستي، اجهزه، معدات ما موجوده عندنا. ده الشيء المطروح في في الاعلان في الوثيقه الدستوريه. ساعات برضه في كلام، في كلام عن اعاده هيكله الدوله، مفهومكم شنو انتم لاعاده هيكله الدوله؟ مره اخرى اجهزتها، اجهزه الدوله. هل حتتم تصفيه الوجود الاسلاميين في كل مراكز السلطه؟ هل شكلها كيف؟ إعادة الهيكلة الحطين في الفترة الانتقالية. نحن إذا تكلمنا عن الدولة المدنية، أي زول له الحق أنه يكون عنده تنظيم وبينتمي له، ده ما سبب أنه الزول يفصل به من الخدمة. نحن في الهيكلة الدولة تحدثنا عن أنه كل شيء يتم حسب القانون، يعني إذا أنت تعينت من الدرجة الفلانية وترقيت بحسب التراتبية الوظيفية وباستحقاقات كله ترقية، ما في زول بيقدر يأخذ عليك حاجة. لكن إذا أنت غفزتها أو عينت تعيين فوقي، قطع شك سيطالك إعادة الهيكلة. لكن كل شخص مهما كان انتمائه السياسي في كل الحياة المدنية، الناس عندهم مطلق الحرية في أنه يعتقدوا ويعتنقوا ما يشاءوا من المعتقدات. في كلام عن الكلام ده من أبيه عن المؤسسات العسكرية اللي عندها السلاح، من دائما يفضل أنه ما يكون عندها انتماءات سياسية. أسأل الآن الحديث عن جهاز الأمن والمخابرات، هنالك حديث عن قرار وشيك بتحويله إلى جهاز خاص فقط بالمعلومات، هل الكلام ده صحيح؟ احنا بدينا يمكن في اعاده هيكل او اعاده ضبط جهاز الامن والمخابرات، لانه فعلا نخليه جهاز مختص بجمع المعلومات، والان القوه حقته حقت العمليات مطروح في انه نحن كيف نلقى لها المعالجات الضروريه. ما في زول حيرفد، ما في زول حيطرد، ما في زول من القوات دي كلها الناس بيوفقوا أوضاع بحيث انه يكونوا ناس فاعلين في المجتمع، يمكن يؤدوا ادوارهم الامنيه دي في اي جسم من الاجسام. في كلام عن تبعيه العمليات الى الدعم السريع، هل فعلا سيتم تحويل العمليات في جهاز الامن الى الدعم السريع؟ ابدا، لم يتخذ اي قرار في هذا الشان. احنا بنفتكر انه هي طالما قوات مغاتله، قوات عمليات ممكن ان تنضم للقوات المسلحه، القوات المسلحه
عندها أجزاء كثيرة من ضمن الدعم السريع، القوات البرية، القوات الجوية، مستخبارات. يعني نحن بنفتكر أنه يعني من الأفضل أنه نوفق أوضاعهم داخل القوات المسلحة إذا كان هم مقاتلين، لكن إذا كان فيهم ناس تقنيين، ناس مهنيين ممكن يشتغلوا أي وظائف تخدم العملية الأمنية أو المخابراتية داخل جهاز الأمن، يمكن استفاد منهم داخل جهاز الأمن، يحولوا المقاتلين إلى فاعلين في أي من المهام الخاصة بهذا الأمر. هل حيكون في تعديل في وضعية الدعم السريع في الفترة القادمة؟ في تبعية للقوات المسلحة؟ أصلا هو يتبع للقوات المسلحة تماما حسب قانون. هل هي وحدة من وحدات القوات المسلحة زيها وزي وحدة المدرعات؟ إذا الإجابة بنعم، هي يعني تقريبا هي بشكلها الحالي هي عبارة عن جيش مصغر فيها معظم الوحدات الموجودة في الجيش. يعني لماذا لا يصار إلى دمجها ضمن القوات المسلحة؟ يعني أصلا هي قوات دعم سريع جزء من القوات المسلحة وتتبع للغايدة العام للقوات المسلحة، ونحن عندنا القوات الخاصة الآن توجد قوات خاصة تتبع للغايدة العام نفس قوات الدعم السريع، وأيضا كان عندنا تجارب قبل كده، عندنا قوات حرس الحدود، قوات موجودة عندها خصوصيتها، عندها تنظيمها، عندها قياداتها، وما بينقلوا منها لأي جسم تاني. لكن نحن الآن ساعين في أنه نحن في النهاية العمل في النهاية العمل موحد، الأوتبوت أو النتيجة موحدة، والهدف واحد، فأنه كلنا نعمل من أجل محافظة على أمن السودان. وقطع الشك سنصل لصيغة توافقية تمكن هذه القوات من أنها تعمل جنب إلى جنب، والآن هي تعمل جنب إلى هنالك جنب. هنالك من يتحدث عن محاولة لتفكيك الجيش السوداني وخلق جيش جديد مكون من الحركات المسلحة والدعم السريع وكذا، يعني في تقارير صحفية تتحدث عن هذا الأمر. لا أظن أن هنالك قوة تستطيع أن تفكك الجيش السوداني. الجيش السوداني جيش زي ما ذكرت قبل جيش عريق، وجيش يعني الناس بس الفائض العمالة حقه زي ما بيقولوا مئات الآلاف من الناس كلهم بيدافعوا عن القوات المسلحة وبيدافعوا عن بقائها وبيدافعوا عن كينونتها، فما أظن تستطيع أن جهة تفكك القوات المسلحة. هل يا أسامة يا سعادة الفريق الأول، هناك حديث أنه يعني كأنما الدعم السريع مساعي من جانب الدعم السريع على علو كعبة على حساب بقية القوات النظامية الأخرى، البعض يتحدث يعني بصوت هامس أن ذلك سببه للعلاقة الشخصية بين سعادتك وبين نائب رئيس المجلس محمد حمدان حميتي. أمر الآخر مغرونا بذلك، هناك بعض الحديث يعني ورد في بعض الوكالات الخارجية بأن الدعم السريع تنوي شراء دبابات من روسيا، ما حقيقة ذلك؟ ثم أن هناك برضو كذلك حديث من جانب عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا قال أنه سيتم دمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة. هذا كل حديث يشير بأن الدعم السريع هي ليست منظومة داخل القوات المسلحة. يعني أنا بقول الدعم السريع جزء من القوات المسلحة، والناس زي ما قلت لك كثرت الإشاعات وكثرت الأغاويل. الآن إحنا شايفين أنهم الآن منتشرين هنا في يمكن هم الآن ما في إفراغ للمؤسسة العسكرية لصالح القوات المسلحة. أبدا، القوات المسلحة والدعم السريع الاثنين حاجة واحدة، والاثنين شغالين في هدف واحد. اللي بيتكلم عن إفراغه ما أظن أنه يعني هذا كلمة حق أريد بها باطل، ما في أي منافسة ولا في أي فراغ بين القوات المسلحة. القوات المسلحة ما زالت موجودة وما زالت بخير، والدعم السريع جزء منها وداعم لها وساند لها. وقطع الشك زي ما ذكرت لك نحن في النهاية حنصل كلنا مع بعض كقيادات، إذا كان في الدعم السريع أو في بقية المكونات حقت القوات المسلحة، القوات الجوية والقوات البحرية، فإننا نكون منظومة موحدة. هل في متغير فيما يتعلق بوضعية الجيش السوداني في اليمن؟ في كلام عن انسحاب الجيش من بعض المناطق في اليمن الساحل الغربي. أبدا، نحن موجودين ضمن اتفاق كما ذكرت في لقاء سابق، نحن موجودين ضمن اتفاق والاتفاق ما زال قائم. هل في قوة جديدة لملء فراغ ما يقال بأنه الأمارات ستسحب جنودها وإدخال عناصر جديدة من القوات السودانية؟ لا، ما في، الأمارات هي ما سحبت جنودها، هي عادت انتشار وعادت تموضع، ومن ضمنها القوات اللي بتعمل معها الموجودة هناك كلها تمت إعادة التموضع وانتشارها. طيب سعادتك، في كلام واقتراحات من ضمن الوثيقة الدستورية، كان من ضمن الخلاف تبعية الأجهزة الأمنية والعسكرية، فالآن في بيدور في اقتراح أنه جهاز الأمن أصلا كان قبل كده جهازين، أمن داخلي وأمن خارجي مخابرات،
الان في اقتراح انه الامن الداخلي كل العمل التنفيذي يقول الامن الداخلي تكون في الشرطه والداخليه، والامن الخارجي المخابرات يكون تابع للجهاز للمجلس السيادي باعتباره عمل سيادي. هل هذا من ضمن الاقتراحات المطروحه؟ نعم، هذا واحد من المطروحات او من المعاليات التي تتم دراستها الان، انه كل ما يلي الامن الداخلي يوكل الى جهاز الى وزاره الداخليه. هذه واحده من المعالجات المطروحه للدراسه. سمعي انت حقول تكون في الجانب الاقتصادي، لان احنا برضه انت من انا عندي سؤال موضوع الاقتصاد ده. انا ايوه سعادتك، انا معلش باختصار يا اي انا حارج على موضوع الاقتصاد. قبلك انت قلت انه القوات الموجوده في الشوارع ما قاعده تحظى باحترام من قبل المواطنين. المسألة دي مرتبطة بأنه يعني المواطنين قاعدين يقولوا الآتي، أنه هذه القوات لم تستطع حمايتهم وتم الاعتداء عليهم وهم على مرمى حجر من قيادتها. مرة أكثر من شهر أو قرابة الشهر، وحتى الآن هم ما عندهم شخص قدم لمحاكمة في الحي. حتى تفسيركم ليه موضوع الاعتصام بأنه أنتم ما ضالعين فيه، الشكوك ما زالت حايمة حوله، وبيستدلوا على أنه الاعتصام كان مخطط، ودلالة على هذا أنه في 13 مدينة كانت فيها اعتصامات وتم فض الاعتصام فيها بالتزامن مع فض اعتصام أحمد مخطط. ندخل المعاشرة اللي بس نكمل له. أولا منطقة الاعتصام كانت لا ما في أي تواجد لقوات مسلحة وقوات نظامية عشان تحمي المعتصمين، ونحن كلنا كقوات نظامية كنا نائمين بنفسنا أن قواتنا ما تتواجد داخل منطقة الاعتصام. عشان كذا يعني القوات كانت موجودة من الخارج، صحيح حتى من الخارج احنا خففناها كلها، القوات كانت موجودة حوالينا لأنه بدأ استقطاب للعساكر الموجودين حول منطقة الاعتصام. يمكن كلنا عارفين أنه في مجموعة من العسكريين تم استقطابهم وكانوا موجودين في البركس، والآن حتى الآن هؤلاء المجموعة موجودة ومضبوطة، والتحقيقات والتحريات، وسيقدموا لمحاكمة لأنه شاركوا في قتل عساكر وشاركوا في قتل معتصمين باعترافهم الموجودة. شنو الحكاية بتاعت الملسمين دي يا سعادتك؟ كل مرة ملسمين دي غناصة وغناصة. نحن أيضا نسمع بهذا الآن في لبي قالوا في ملسمين المظاهرين حتى اليوم. من الذي يطلق الرصاص على المظاهرين حتى اليوم في لبي؟ المتظاهرين في الأبيض، الرواية الموجودة في الأبيض حتى الآن جاتنا من الجهات الرسمية هناك، أنا شخصيا اتصلت بالوالي المكلف وسألته فذكر بأن ربما هنالك جهة دعت لمظاهرة محددة لموضوع معين أظنها خاصة بالجامعة. طبعا ده نوع جديد من أنواع يعني كل مجموعة تطلع مظاهرة يمشوا الجامعة يقولوا ما دارين المدير ما دارين العميد. ده سلوك يمكن يعني بيجا في المؤسسية حقتنا نحن أو الروح الناس يفترض أنه يعملوا بها. أنا أتخيل إذا في أي جهة متظلمة من جهة في عندها الوسائل ممكن تغير بها حال لكن تمشي تطلع مظاهرة وتمشي تقول أنه ما دارين مدير ما دارين. المهم المظاهرة دي خرجت عن النطاق أو خرجت عن المسار حقها أو عن هدفها، وتزامنت مع وجود أزمة في المواصلات. دي الرواية جات من هناك أنه الناس بتاع أصحاب الحافلات كانوا أضربوا واجتمعوا مع الوالي امبارح وزادوا لهم التعريفة، لكن اليوم برضو أضربوا. المجموعة دعت للتظاهر استغلت الطلبة ومجموعات أخرى وهاجموا السوق وهاجموا البنك، واحدة من البنوك بنك الخرطوم أظنه، ونهبت بعدها محتوياته وحصل إطلاق نار. حتى في قوة عربية واحدة من القوات النظامية موجودة أمام البنك الفرنسي تم الاعتداء عليها وتهشيمها وحصل إطلاق نار. في ناس بيقولوا أنه في ناس موجودين في أعلى مبنى بنك الخرطوم أطلقوا النار، في ناس بيقولوا القوة الموجودة أمام البنك هي اللي أطلقت النار. وأنا متخيل أنه الجهات اللي هناك الأمنية نحن منتظرين أنها تورينا الحقيقة منو اللي أطلق النار ومنو اللي قتل الناس، لأنه نحن فعلا ما محتاجين أنه يموت زول كل من الشعب السوداني، ما محتاجين أنه كل يوم نسمع بأنه والله في زول مات والله في زول قتل، لأنه المسألة دي كل ما تطول كل ما تراكمت الضغوط على الناس وخلتهم ما يستطيعوا يسيطروا حتى على تصرفاتهم. سمية، الملف الاقتصادي ده هو مفترض يكون الملف الاول، هموم الناس ومعاشهم. في شعور شديد لا انا ثاني ما حقدر افتحها. نحن الملف الاقتصادي ده سعادتك انا بديه بعدين تدي برزه بعدين دي صلاحيات استثنائيه طبعا. طيب يا سعادتك، الملف الاقتصادي ده في كلام بالذات على قطوعات الكهرباء
مشاكل كثيرة جدا بتواجه الناس، غلاء المعيشة، كأنه في عجز عن السيطرة على التدهور الكبير الحاصل في الاقتصاد. سمية أنا أديك والله ضياء، أنا أفتكر وخلينا نقول رأي الشارع أو الرأي العام، يعني إطالة أمد التفاوض برجع له مرة تانية، وخلينا نقول الآن يسيطر المجلس العسكري على مغالدة الأمور، عجز تام في حل المشكلات الاقتصادية. يعني الأزمة الاقتصادية التي جعلت كل الشعب السوداني يخرج إلى الشارع الآن هي تفاقمت بشكل غير منظور. يعني تحدثت سيادتك في بداية حوارك عن الأزمة المعيشية للمواطن السوداني وإنكم مهمومين بالأزمة المعيشية للمواطن السوداني، لكن الناظر إلى حديثكم، لا أقول أنه حديث نظري، لكن الناظر للحديث وللواقع، هنالك فجوة كبيرة جدا فيما يحدث في واقع معاش الناس. يعني الأسعار من في خلال الخمسة أشهر الماضية تفاقمت أكثر من 500%، ناهيك عن مسألة الكهرباء والمشاكل حولها والقطوعات المتكررة ومشكلة المياه، قضايا الفساد تحدثتم أنتم أيضا عن قضايا الفساد، لكن واضح أنه ما في جدية في مسألة مكافحة الفساد في خلال الفترة الماضية، وكلنا نعلم أنه في حتى بعض الرموز اللي كان الصحف في حتى أيام النظام البائد كانت بتتحدث عن فساد بالأسماء، هؤلاء خرجوا خارج السودان الآن. يعني وبالتالي سمية لك في الليك، نعم كويسك في الليك في الكلام ده. في حديث عن أنه يا أخي الناس المفترض يكونوا في المحتغلات أو عرضة للمحاكمة الآن هم في الخارج، وانه في بعض الشخصيات موجوده في المحتغلات بدون اسباب، او بعض يردها لاسباب شخصيه وغير ذلك من الاسباب. ليه الناس يا تقدموا لمحاكمه يا تطلقوا سراحهم؟ يعني الناس بتكلموا كده كانه المجلس هو الذي يعني امر ببقاء هؤلاء في السجون الى ان يتم تكوين الحكومه المدنيه. النيابة أمرت بإطلاق سراح بعضهم، يعني رسميا خاطب السجن كوبر طالبت بإطلاق سراح البعض منهم. طيب أنا نرجع شوية لحكاية العساكر والناس بيقوا الناس، يعني يمكن في الفترة السابقة شاهدنا يعني بعض الأمور اللي أقعدت القوات عن أداء عملها. يعني يمكن الشرطة كانت مستهدفة، وفي كل مكان يتم الاعتداء على الشرطة وعلى أفراد الشرطة. الأمن ايضا اصبح هدف للمواطنين ويتم الاعتداء عليهم في كل مكان. فالديل الجهازين المنوط بينهم هم اكثر جهازين لصيقين بالناس وبيعرفوا يتعاملوا معهم وبيعرفوا يضبطوا حركتهم والجرائم، فهم ديل فقدوا الثقه في نفسهم لانه شافوا انه المواطن بقى غير راغب فيهم. قد يكون ما كل المواطنين، لكن في ناس عندهم عندهم هدف من وراء انه يبعدوا الشرطه من المشهد، يبعدوا الامن من المشهد حتى تخلو الساحه لضعاف النفوس. نحن نفتكر أن الناس الآن يعني في يعني استغلال بشع للسيولة الأمنية الموجودة في البلد بزيادة الأسعار. يعني في ناس انتهازيين وفي ناس استغلاليين استغلوا ضعف الرغابة اللي كانوا بمثلوها هم ناس الشرطة وكانوا بمثلوها ناس الأمن. الآن زي ما قلت لك كسرت اعتداد عليهم، خلتهم هم يحجموا عن أداء واجبهم أصلاً. الأمر ده إلى الآن مستمر ولا حصل في الطريق؟ الآن نحن شاهدنا أنه بعض القوات النظام بدأت تستعيد الصيغة في نفسها، والمواطنين بدوا يتجاوبوا معهم، بدوا يتفاعلوا معهم بصورة طيبة. فقطع الشك متى ما عادت لهم الصيغة سيعودوا وينتشروا في الشوارع ويمنعوا الجريمة ويساهموا في الكهرباء والفساد. طبعاً المسألة بتاعت الفساد دي أصلاً مسألة نحن يمكن قاعدين كل أي مرفق من مرافق الدولة مسكناه وجدنا فيه حتى لو ما في فساد كامل، في فساد جزئي، في شبهات، في شغل كثير جدا تام بيتم خارج النظم المالية، خارج النظم العملية المعمول بها. فكل معظم أجهزة الدولة أصاب ما أصاب من ضرر من خلال 30 سنة الماضية. فالمسألة دي أصلا هي معالجتها دائرة زمن ودائرة نفس طويل من الناس ودائرة ناس متخصصين وناس اقتصادي، ناس عندهم دراية ومعرفة بكيفية معالجة الأوضاع الاقتصادية اللي احنا الآن بنعيشها وشايفينها. كل يوم الأسعار ماشية متصاعدة وفي عدم يعني لو أنت ذهبت الآن يعني لمواقع الإنتاج تمشي تسأل مثلا من الطماطم
شوفوا الثروة من التاجر بكم، هناك من المزارع بكم، بتصل هنا السوق في كم. ففي ناس في النص يعني بدون اي وازع وبدون اي مراعاه للناس دارين يغنوا على حساب. لازم السلطات يكون لها تدخلات تمنع مثل هذه السلوكيات. نحن الان الشيء في ظل بتاع الحريه المشاعه الان، وفي ظل عدم التغول على حقوق الناس، جمعنا كل الولاء فنعمل اسواق بتاع بيع مخفض، وكلفنا الولاء بانه يشتغلوا في المزارع، حتى المعتمدين، حتى نحن اجهزتنا الرسميه العسكريه. يعني نحن عندنا مؤسسه التعاونيه حقتنا وجهناهم بانه كانوا يذبحوا مثلا 10 12 في اليوم عجل، رفعنا في ناس فئات معينه مستفيده منها. هي ما بتوفر حلول ساعات الفريق، لكن نحن حتى نحن دايرين الحكومه المدنيه تجي عشان تجي تعالج موضوع الكهرباء. تقدر تنفذ على الناس عفوا يا ضياء، موضوع الكهرباء الغطوعات، يعني في كلام كثير جدا على النظره بتاعت الغطوعات دي، وفي كلام على انه يا اخي في رموز النظام السابق بيقوا يلعبوا دور تخريبي، يعني كثير من الكلام يشاع ويقال وكذا، ما حقيقه الوضع؟ يعني كل المؤسسات الخدميه الان يمكن غيرنا نمره واحد وغيرنا نمره اثنين وغيرنا نمره ثلاثه، كل زول بيصلنا عنه كلام او انه والله الشخص ده قد يكون يتعمد انه يعطل خدمات المواطنين، ازحناه وغيرناه، لان حاليا المعينات حقت العمل موجوده متوفره. القطاعات نسال منها بيفتكروا انه محطه خرجت، مولدات خرجت عن الخدمه، توربينات. تكلموا عن مشكله في الوقود. الوقود ما فيه ابدا، ما في مشكله في الوقود، كان في مشكله في ترحيل الوقود من بور السودان لهنا، واظن واحده من الجهات الشعبيه تصدت وستعالج هذه المساله، لكن الوقود الوقود متوفر يعني الان. نعم متوفر. الصفوف اليوم سعادتك، اليوم الصفوف في الخرطوم خاصه الجازولين طويله جدا، كل ما حطيت طيب خدمة. موضوع الوقود، احنا عارفين انه عندنا الوقود التجاري ثمن الجالون اكثر من 100 جنيه. صح. والوقود المزعوم ثمن الجالون بكم؟ 20 جنيه. احنا الان ناسنا رصدوا انه مثلا نضرب مثال محطة النيل، المهندسين تسحب من المستودع من الجيلي من هناك 10,000 جالون، البيصلة هنا 3,000، 7,000 دي يشتروها تجار أصحاب المصانع وأصحاب في النص، تروح في النص، ده كله ناتج من ضعف الرغابة. نحن اضطرينا أنه الآن نجيب العساكر حقنا، وكل والي وكل معتمد يستعان بالعساكر، عساكر الجيش الدعم السريع، انه يركبوا يمشوا يقفوا هناك في المصفى ويركبوا في التنكر لغايه ما يصل الطرمبه، وبرضه في ناس قدروا يوصلوا للناس زين، لانه انا اذا عندي مصنع او عندي طرمبه بجي ابيع هنا الجالون ب 27 وواقف الصفوف والزحمه، بمشي ابيعه بتاع المصنع ب 70 او ب 60، فدي برضه واحده من الانتهازيه، واحده من الانتهازيه حقت الناس. المزله بتاعت المحتغلين تقديمه لمحاكمات او غير ذلك، والنقطه اللي اشارها اسامه بانه النيابه وجهت، ولكن قالوا لنا المجلس هو المحتغل الناس ديل وكذا. نحن الاعتقالات اللي تمت دي كلها في رموز للنظام السابق وقيادات تم التحفظ عليها لاسباب يمكن معلومه للناس، لكن الناس المتهمين بالفساد كل الملفات صيغت بواسطه جهاز الامن وقد رفعت للنيابه، والنيابه هي الباشرة التحري. اصلا احنا ما تدخلنا في امر النيابه ولا تدخلنا في انها هي ملفات الفساد سلمت لها من الامن، احنا بل بنتابع ونحس ناس الجهاز الامن وناس النيابه انه يسرعوا في تقديم كل زول ثبتت ضده تهمه. كثير جدا من قضايا الفساد الان موجوده ومطروحه وكلها يعني في كل مكان وفي كل مرفق، كل ملفات الفساد موجوده وضد عدد كبير من الناس، الناس الموجودين الان في السجن فيهم ناس متحفظ عليهم كرموز للنظام السابق لغايه ما الامور تستبين او تتوافق القوى السياسيه، بعدين ممكن يجوا في اي وقت الناس يطلبوا النيابه حقهم. نحن القرار نقطه سرقه يا ضياء مهمه والله، اللي هي المساله بتاعت اصلاح مؤسسات الدوله، وانا افتكر ما على الاقل ما وجدت اجابه كافيه. مؤسسات الدوله سعادتك كانت الان توجد نفس العقليات اللي كانت بتدير التمكين في الفتره السابقه، ما زالت موجوده في مؤسسات الدوله. كان المجلس العسكري في فترة ما أعلن أو أصدر قرار بحل أو تجميد النقابات، الآن النقابات التمكين أو نقابات الظل التابعة للنظام السابق تسيطر على مفاصل الدولة، تسيطر على البنوك، وأصبحت يعني معوق أساسي للعمل في المؤسسات وفي البنوك.
يعني ما الداعي في انه المجلس العسكري يرجع خلاص وصل عن الـ 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 طبعا عاده النقابات دي تمت بطلب ممكن نغيب الصحفيين كان من واحد الناس الساعين في انه يجب انه تعاد النقابات وجابوا لنا خطابات من اتحادات اقليميه ودوليه في انه الناس ديل ما عندكم الحق انه تحلون لانه جايين بوسائل شرعيه. حتى اليوم احنا وصلنا طلب من انه ما نحل النقابات لغايه ما تتكون الاجسام اللي بتنتخب النقابات اللي بتستلم من النازلين، ونحن بنطالب انه كل نقابه او كل تجمع يمكن يعمل جمعيه عموميه ويحل النقابه القائمه وينتخب ناس الدائرون، ما في شيء بيمنع الناس تكون اجسام النقابيه عشان تسير بها دولاب العمل. لكن الشيء الناس الرموز النظام السابق الان المعتقلين او اذا كان في ناس موجودين في الخدمه المدنيه، نحن قلنا اصلاح الخدمه المدنيه يتم حسب القانون. يعني نحن نتوقع انه باعجل ما يمكن تجينا حكومه باعجل ما يمكن يعينوا وزراء يعينوا ناس لكل الواجهات الخدميه عندها دور في الشان العام عشان يقدروا فعلا يجيبوا الناس اللي بيخدموا الناس. طيب انا قبل عندي سؤالين ما تمت الاجابه عليهم. انه النقطه الاولى انه اذا كان الحديث هو عن الانتقال للدوله المدنيه، أليس من الأجل أن القوات المسلحة ذاتها تتبع للدولة المدنية بدل هي تقوم تعين وزير الدفاع وتعين وزير الداخلية؟ نحن بنفضل أن القوات المسلحة لا تتبع لأي جهة حزبية. الحكومة المدنية رئيس الوزراء منتمي لواحد من الأحزاب، الوزارات كلها حزبية، لكن نحن القوات المسلحة الآن في النظم البرلمانية ليست لديها علاقة بالجهاز التنفيذي، هي جهاز قائم بذاته، جهاز مستقل. حتى وزير الدفاع ده ما عنده علاقة بالعمل العسكري، علاقته فقط بالجهات أو عنده علاقة أفقية خاصة بالسياسات بالميزانية بالأجسام الثانية التابعة لوزارة الدفاع، الطيران المدني، المساحة، الأجهزة الثانية اللي عندها علاقة بوزارة الدفاع. لكن القوات المقاتلة القوات العسكرية ليست لديها علاقة، وده أفضل أنه هي تنأى بنفسها عن الأحزاب أو التنظيمات اللي بتتكون منها الحكومة المدنية. عنده سؤال ثاني تو؟ هنا عنده واحد ثاني. سؤال مربوط بالسؤال ده ذاته، أنه إذا قامت القوات المسلحة بتعيين أو المجلس السيادي أو العسكريين قاموا بتعيين وزير الدفاع وكذلك وزير الداخلية، أيهما سيكون أعلى رتبة؟ وزير الدفاع أم القائد العام لقوات الشعب المسلحة؟ كما ذكرت أن المنظومة العسكرية ما عندها علاقة، لكن القائد العام حسب ما كان معمول به سابقا بعد رئيس الوزراء القائد العام في 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 تسلسل التراتب الوضع او نظام المراسم بتاعت الدوله، كان بيجي بعد طوالي رئيس الوزراء، وهو علاقته بـ 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 بوزير الدفاع انه هو مربوط فيه زي ما ذكرنا زي ما ذكر بامور محدده، علاقه مرسومه وموضوعه. نحن حتى هسه الان لو نظرت هناك في وزاره الدفاع كتبنا القياده العامه للقوات المسلحه، حتى وزارة الدفاع وبعدين نجي نشوف نوديها وين ثاني نحطها في هاته حته. اسامه هي بمناسبه القوات النظاميه والاحزاب، يعني كان الامام الصادق المهدي قدم لك دعوه ولنائبك محمد حمدان حميتي بالانضمام لحزب الامه مستقبلا، يعني ما تعليقك؟ احتمال ده بعد ناس يخلوا الخدمه العسكريه، لكن نحن انا شخصيا بعد ما تم فترتي في المجلس ده بفضل انه ما يعني انا اصلا ما عندي رغبه في انه اعمل سياسة في مجال سياسي او عمل سياسي. ارجع المؤسسه العسكريه مره اخرى؟ اذا تطلب الامر ذلك ممكن ارجع المؤسسه العسكريه، اذا رايت انه والله انا وجودي في الجيش بيضمن استقرار للمؤسسه العسكريه بالرغم انه حيكون فيه يعني لكن المصلحه العامه اذا تطلبت انه انا اكون قاعد بمشي وكمل لغايه ما الشعب السوداني يختار حكومته ويختار الناس اللي بيمثلوه واللي بيديروا بلده. شكرا لك سعاده الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن على هذه الإجابات وعلى توفير كثير منها لأسئلة هي أسئلة الشارع السوداني بكل ما فيها من شفافية وبكل ما فيها من صراحة ووضوح. نشكر لك على هذا الجلوس الطويل في معية عدد من رؤساء التحرير والكتاب، الأستاذ النور أحمد النور رئيس تحرير صحيفة الانتباه، الأستاذ سمية سيد الكاتبة الصحفية المعروفة، الأستاذ أحمد يونس مراسل الشرق الأوسط، الأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة، الأستاذ أسامة عبد الماجد رئيس تحرير آخر لحظة، وضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة السوداني. نشكرك جدا ونتمنى نلتقي بك في لقاءات قادمة، وإن شاء الله الأوضاع تكون أفضل والبلاد تنتقل إلى حكم مدني ديمقراطي يؤسس للتنمية ويؤسس للرخاء والتقدم، وشكرا لكم.
كلمة أخيرة، أنا يمكن يعني بتوجه تاني للشكر، بالشكر للشعب السوداني لأنه صبر ويستحق أنه نحن وهو إعلان حرية التغيير نسرع بتشكيل الحكومة اللي هو بينتظرها بأعجل ما يمكن، لأنه فعلا المعاناة اللي بيعيشها الآن يجب أنه نحن نترفع عن المحاصصة ونترفع عن الأمور صغائر الأمور وننتبه للشعب السوداني، لأنه الشعب السوداني عانى 30 سنة والآن لسه معاناته مستمرة، فيجب أنه نحن نترفع عن الجدل ونترفع عن صغائر الأمور وننتبه نخط الشعب السوداني والوطن، وتبقى كلمة الوطن هي العليا وتبقى زي ما قلنا زمان الحصة وطن. نشكركم جزيل الشكر ونشكر المشاهد الكريم على هذه المتابعة، ونتمنى أن نلتقي في منتديات سياسية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.